شرفني ان انا ارحب بضيفي واحد من اللعيبة اللي لعبوا في الجيل الذهبي في النادي الاهلي يعني وعمل تاريخ كبير جدا جدا جدا، واحد من الناس اللي على المستوى الشخصي بحبهم وبحترمهم الى ابعد الحدود، نجم النادي الاهلي السابق الكابتن خالد جدل. يا كابتن خالد منور الدنيا ومنورني ومنور قناة المحور ومنور ريمونتادا، يعني سعداء بوجودك معنا النهاردة. أنا سعيد جدا بوجودي معك يا كابتن بركات، وكل سنة وانت طيب. صحة وسلامة كابتن. الشعب المصري والإسلامي كله بخير وسلام، وسعيد إن أنا موجود النهاردة. تسلم يا كابتن. الله يخليك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. حرمنا أنت منك برضه يا كابتن برضه. لا أنا موجود. قعدت أنت برضه في الحتة الإدارية وفي حتة قطاعات الناشئين وكده، ليه حرمنا من وجودك كمدرب في الدوري المصري خصوصا بعد الخبرات الكبيرة اللي حضرتك بتمتع بيها؟ والله أنا من النوع اللي بزهق بركات. يعني لما الأجواء ما بتبقاش حلوة بزهق، ولما بزهق ببعد، يعني دي طبيعتي حتى من زمان من أما كنت بلعب. طبعا أنا يمكن أنا قديم شوية قوي في الشغلانة، يعني قديم شوية، أنا ابتديت تدريب سنة 89 يعني، ومن 89 لسنة 2000 خدت بقى مشوار جامد، وفي منتخبات مصر وخدتها من تحت لفوق، سواء من مدرب في قطاع ناشئين في مدرسة الكورة الأول، وبعدين قطاع الناشئين، وبعدين منتخب مصر الناشئين، وبعدين منتخب مصر الأولمبي، وبعدين منتخب مصر الناشئين. طب وإيه اللي حصل بعد كده يا كابتن؟ جيت سافرت. أنت زهقان من بدري قوي. لا جيت سافرت من 2001 سافرت 8 سنين. رحت السعودية والإمارات وخدت لي 8 سنين كده برا، رجعت لقيت الدنيا اتغيرت. والشغل في مصر كان زمان أنا وأنا قاعد الشغل بيجي لي، لأن الناس كانت بتدور على الكويس وعلى الكفء. لما رجعت بدءا من 2009 كده بدأت تحس إن في حسابات بقى، خلاص حسابات ووكلة دخلوا في الـ في الـ في القصة، وكلة قفلوا قصة التدريب أو المدربين على 5-6 لفترات بتقعد بال7-8 سنين، وبعدين ياخدوا لهم 5-6 ما فيش حد قادر يخش. ودي طبعا بتضر الكرة المصرية بشكل كبير جدا. فلقيت يعني مش لعيبة بس، لعيبة ومدربين، يعني مثلا انت لعيب كويس، لعيب عادي بس معاك مثلا وكيل كويس هتلاقي نفسك. نفس الموضوع بالنسبة للمدربين. انت مدرب بس معاك وكيل كويس برضو هتلاقي نفسك انك بتشتغل، وبيفتح لك السكك وبيقفل لك على ناس تانية، مع ان ده بيضر مش في صالح الكرة المصرية. لان كرة القدم المصرية عشان تتحسن كل ما هيبقى عندك مدربين كتير حتى هتقدر ان انت تختار الكويس منهم، هتقدر تفرز، غير لما يبقى خلاص عندك 4-5 هم اللي بيشتغلوا بنفس الفكر. وبعدين كرة القدم ما فيش مدرب، المدرب اللي بيقعد مع فرقة أكتر من سنتين ما بيبقاش عنده جديد يقول لعيب، حتى في الكلام مش في التمرين، ما عندوش كلام جديد يقوله. يعني دايما برة بيقولك أي مدير فني يقعد من يعني سنتين أقصى حاجة 3 سنين مع الفرقة، بعد كده يسيبها ويمشي. ليه؟ لأن مش هيكون عنده جديد، ولا في الملعب ولا في الكلام ولا في أسلوب التدريب ولا في الأفكار ولا في التطوير، يروح في حتة تانية بقى بيبتدي يجدد نفسه مع ناس تانية ومع لعيبة تانية. فهي دي كانت القصة. اتجهت بقى للتحليل لما لقيت الدنيا بتاعت يعني قصة تدريب واقفة، لأن أنا من وانا بلعب أنا مدرب، من وانا لعيب يا بركات، يعني من وانا بلعب، يعني حتة التدريب دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى مش وظيفة. يعني مش أي حد يبقى مدرب، وممكن كل واحد يبقى مدرب. يعني بص المعادلة الصعبة، شغلانة صعبة جدا اللي بيفهمها. ما أنا بس عايزين نفهم يا كابتن الحتة دهيت، يعني مش أي حد يبقى مدرب وممكن كل واحد يبقى مدرب، تقصد حضرتك بيها إيه بالظبط؟ أي واحد في مصر دلوقتي ممكن يدرب، مفيش أي مشكلة، لأن ما عندناش ولا معايير ولا عندنا تقييم. أصلا حضرتك اللي عنده كفاءة، اللي ما عندوش كفاءة، اللي فاهم اللي مش فاهم، أي حد يدرب. اللي بيعرف يوصل بيدرب. اللي بيعرف يوصل للشغلانة عشان أمسك فرقة أو أمسك حضرب. ولكن الشغلانة نفسها في منتهى الصعوبة، مش أي حد يقدر يشتغلها لو هتشتغلها صح. لو هتشتغل أن أنت تكون مدير فني أو مدرب بالشكل العلمي الصحيح مش أي حد يقدر. وده بقى هو ده اللي بيبقى عامل لنا مشاكل هنا في مصر. أي حد ممكن يشتغل، الناس اللي بتعرف توصل من خلال علاقات، من خلال مجاملات، من خلال وعشان ما عندناش ولا حساب ولا ان انت ازاي
بتقدر تقيم اللي قدامك وتقيم شغله فالدنيا خلاص. انت بتلاقي مدرب مثلا في الدوري الممتاز بيمسك فرقه بيوقعها وبيعمل نتائج وحشه وبعد كده تبص تلاقيه سابها ومسك فرقه تانية. الكلام ده لو بره مصر لا المدرب دون اللي هو فشل مع الفرقه او اللي كان ماسكها لا هيقعد له سنه ما يشتغلش. فانت بتلاقيه بيمشي من هنا. ده في مدربين اشتغلت في 4 أندية في موسم واحد ومفيش نتائج. يعني مفيش نتائج. هي مش قصة كمان النتائج، قصة تطوير اللعيبة. ما هو المدرب الكويس ده هيطلع من تحت. ده كويس ان هو الفترة الأخرانية اتحكمت شوية ان انت